بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي الأعزاء، اليوم راح أتكلم على السر الذي يخفوه أغلب المربين في تربية طيور الحوض والببغاء والكناري والرزفيشة وكل أنواع الطيور. السر الذي أتكلموا عنه هو استعمال خل التفاح الطبيعي وطريقة استعماله لكل أنواع الطيور. خل التفاح الطبيعي أخوان الأعزاء، هذا خل التفاح الطبيعي، خل التفاح الطبيعي يحتوي على أنواع الفيتامينات، هنا فيتامينات بي والسي والأي والإي والكالسيوم والفسفور والكبريت والحديد. أنا استعمل خل التفاح الطبيعي طيوري ما تمرض ولا واحد يتمرض من عندهم، وكذلك أي نوع من أنواع الأدوية ما استعمل. خل التفاح الطبيعي له فوائد عديدة وكثيرة، هو مضاد حيوي ويقوي المناعة عند الطيور ضد الأمراض ويقتل الميكروبات والفيروسات والفطريات، هو ضد إسهال الدم، ضد عرق الأزرق، ضد أمراض المعدة والأمعاء، ويقتل الديدان في معدة الطيور ويزوي شهية الطيور. إذا عندك مثل الطائر خمول وضعيف وما يقرأ، أعطيه خل التفاح، حط قطرة في فمه، يشوف يصير نشو ويقوم يصير قوي ويرجع لحالته الأولية، خاصة في فصل الصيف هو يدفع سموم الكبد، سموم الكبد يدفعها عن جسم الطائر. خل التفاح يكثر من البكتيريا المفيدة في جسم الطائر ويقلل من البكتيريا المضرة، ونقدر نستعمل خل التفاح في حوض السباحة كما تلاحظون. نقدر مثلا نجيب حوض السباحة عندنا، هذا حوض السباحة عندنا، نحط على قدر حجم الحوض مالتكم، على حجم شوية صغير 5 قطر، أكبر تأزل قطرات من خل التفاح نضع فيه ونحطه للطيور حتى يسبحن فيه. هاي السباحة مفيدة للطيور بخل التفاح، خاصة بالصيف مثلا كل أسبوع مرتين، يزود نشاط الطائر ويقويه ويسرع من عملية التزاوج والتعارف بين الطيور ولمع الريش ويقتل الفاش وكل حشرة موجودة في جسم الطائر، القمل والفاش وغيرها من الحشرات. في أوروبا يستعملون مثل خل التفاح على شكل رش، يرشوه هيجي برش من هاي يرشوه، يرشوه على الطائر حتى يقتل مثل الفاش الموجود في جسم الطائر، وكذلك يرشوه على القفص وعلى أدوات الوسائل الموجودة في القفص، المجاديم أو المشارب، هذا كله خل التفاح هو معقم، فينظف القفص وينظف الطائر من كل أنواع الحشرات الموجودة في القفص وفي جسم الطائر. حتى بعض المربين يستعملون مثلا في وقت التفريخ والتبييض، على عدم في حتى عدم بيض أن يستعملوه، هو معقم وفوائده كثيرة. طريقة استعمال خل التفاح الطبيعي، ولا عندك طائر قلنا خمول وضعيف، تحط فمه قطرة واحدة، قطرة من خل التفاح، نشوفه يصير قوي وشهيته تقوى يقوم ياكل ويرجع إن شاء الله للحالة الأولية مالته. أما الطيور سالمة مو مريضة، المشربة مالتك ألا كبيرة بهذا الحجم، كبيرة هاي 10 قطرات خل التفاح نحطها مع الماء. أما على مشربة صغيرة مثل هذا الحجم 5 قطرات، 5 قطرات من خل التفاح نحطها كل أسبوع مرة. نقدر الأسبوع الثاني بدأ خل التفاح نضع النمو حامض، هاي الليمون قطرات من 5 قطرات مثلا أو 3 قطرات من الليمون حامض في مشربة الطائر الأسبوع الثاني. إذا عندك طائر مريض وبي هذا
عرق الازرق، الخط الازرق هذا خط العرق الازرق جو بطنه، هذا المريض هيك ثلاث ايام بصوره متواجده طين من خلط تفاح. التربية الجماعية لعدك طيور هواي، قفص كبير وهواي بيه طيور، كل لتر لتر ما هذا لتر، هذا لتر ما نضع عليه قد ملعقة، ملعقة مال أكل خل تفاح، هاي ملعقة بقد أو 15 مللتر، 15 مللتر نضيف على اللتر ما وخل التفاح حتى يلمع ريش الطائر في حين السباحة. نقدر على هذا مثلا مشروب نضع مثلا عسل كل لتر، كل لتر اخواني اعزاء ملعقة عسل، هاي بقد ملعقة عسل صغيرة نحطها كل لتر، او نجيب الثوم ثوم ماي فص ماي نمردها حتى العصارة ما تطلع ونضيفها على لتر من الماء، همين يقوي خاصية هذا الخليط مالتنا ويقوي الطائر. قلنا كل اسبوع حوالي تلقوا مثلا مرة، وانا قلت نسوي العمل هذا فشوف الطائر مالك ما يتمرض وقوي، وحتى ينشطه قلنا يساعد على التزاوج، وبعد ما تحتاج اي نوع دواء لاستعمال الطائر. الحلقات القبلية حكينا عن هذه المواد واستعمالهم على خاصة الخد التفاح والثوم والنومي حامض والبصل وفوائده. السلام عليكم ورحمة الله.